قتل الشاب حكمة أبو غانم البالغ من العمر 39 عاما من سكان مدينة الرملة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة اللد وهي جريمة القتل الثانية التي تسجل في المدينة بغضون 48 ساعة الأخيرة وتتواصل وتيرة الجرائم بالتصاعد بشكل خطير إذ سبق جريمة القتل في اللد إصابة شخصين إثر تعرضهما لإطلاق نار في جريمتين منفصلتين في مدينة أم الفحم، فيما تعرض منزل رئيس البلدية تمرة إلى إطلاق نار كثيف دون أن يبلغ عن إصابات عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء. ومساء الثلاثاء قتل الشاب عبد اللطيف زيتون البالغ من العمر ثلاثين عامًا من بلدة نحف في جريمة إطلاق نار قرب مفرق مجدو قرب أم الفحم. وقالت الشرطة في بيان إن الجريمة وقعت على خلفية نزاع بين منظمات إجرامية. يشار أن الشرطة أدرجت المرشح لرئاسة بلدية ناصرة مصعب دخان ضمن قائمة المرشحين المهددة حياتهم بالخطر وقالت إنه ينبغي عليه التحرك تحت حراسة مشددة وذلك بعد إطلاق النار الذي تعرض له دخان مساء الاثنين ما أسفر عن اصابته وشقيقه وقريبهما. هذا وأعلن في قرية بيت جن الواقعة في الجليل الأعلى مقتل مجد طافش البالغ من العمر 49 عاما وذلك بعد مرور أكثر من عام على تعرضه لجريمة إطلاق النار التي شهدتها القرية يوم الأول من تموز للعام 2022 ومع جريمة القتل في الليد ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 153 قتيلاً، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة. لم يكن رئيس بلدية تمرة سهيل الذياب ضمن قائمة رؤساء السلطات المحلية المهددين، إلا أن وابلاً من الرصاص اخترق جدران بيته ومبنى البلدية. وابل من الرصاص ادخل المواطن التمروي لمسلسل العنف اليومي فازيز الرصاص في كل بلده عربيه دون استثناء ان لم يسمع اليوم فحتما سيسمع غدا في مؤامرة على مجتمعنا العربي من قبل الشرطة انه هن كثير مبسوطين بالوضع اللي احنا عايشينه، هن اللي وصلونا لهذا الاشي، هذا إشي جدا محزن انه الاشي فات على البلديات، يعني الاشي وصل لانشيت سيبور، وصل لناس اللي هن بيمثلونا اللي هو مش لازم يصلهن، هاي الناس إذا خافت وبطلت تشتغل شغلها احنا خلص خلصنا روحنا ايه ف يعني انه وصلنا لهي المرحله هاي يعني احنا تعدينا الخطوط الحمراء كلها احنا بنقول انه ان شاء الله لا بس الأكيد طبعا العامل السياسي والضغوطات السياسيه كمان بدات تزيد حاله العنف ونتامل ان ان شاء الله انها لا اما الاهالي فهم بدورهم يعبرون عن خشيتهم من الاوضاع التي وصلت اليها البلدات العربيه وغياب الامن والامان عنها بينما تستفحل الجريمه اكثر فاكثر وبات التطالب مرشحين للانتخابات المحلية ورؤساء سلطات محلية عربية ما يثير خشية واسعة من تغلغل الجريمة المنظمة إلى داخل الانتخابات المحلية المرتقبة في أواخر شهر تشرين الأول المقبل اليوم شو بدي اقول لك يعني بطل في امان ما في امان يعني صار كل الدول امن من من دولتنا يعني ما في امام ما ما بعطي لاولادي اصلا بشكل عام يعني ما بعطي لاولادي بعد المغرب يطلعوا يطفشوا يروحوا ويجوا بخليهم خلاص بضل عيني دائما عليهم الاشي كثير صعب اصلا اصلا صرنا سلو اليوم صرت تخافي تطلعي من الدار ابنك بيطلع مشوار صرت تخافي عليه جوزك بيطلع من الدار صرت تخافي عليه وكثير يعني صار اليوم الظالم والمظلوم يروح بالخرافيه يبحث من لا صوت لهم عن صوت يرفع شكواهم ويبحث من لا حول له ولا قوه على من يضع حدا لازمه توسعت وانتشرت حتى باتت بمثابه وضع طوارئ يخاف ابناء المجتمع العربي ان يعتاد الجميع عليه بينما تقف المؤسسه الحاكمه موقف المتفرج الى حد المتواطئ مع انتشار افه العنف قررت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية تعليق الإضراب في بداية العام الدراسي الجديد، وبدء التعليم بموعده. جاء قرار تعليق الإضراب الذي أعلن عنه في مؤتمر بالناصرة بعد اجتماعات مع وزارة المالية، وجهات أخرى بينها رئيس الشباك، أثمرت عن قرار بتحويل الميزانيات التي كانت مجمدة. وأعلنت اللجنة أنها ستراقب خلال الأسبوعين القادمين مسار تحويل الميزانيات، وتحرك الشرطة في مكافحة الجريمة. وبعد ذلك ستقرر ما إذا كانت ستعلن الإضراب أم لا يذكر أن هذا القرار يأتي بمعزل عن قرار نقابة المعلمين ومفاوضاتها مع وزارتي المالية والتعليم التي لم يصدر عنها أي جديد حتى هذه اللحظة اتهم وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين المستشار القضائي للحكومة جالي ما يرى. أنها تدوس على حقه بالحصول على تمثيل لائق في المحكمة العليا التي ستنظر في التماس يطالب ليفين بتفسير سبب رفضه عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، وتؤيد بهاراف ما يرى طلب الملتمسين من المحكمة العليا بأن تلزم ليفين بعقد لجنة تعيين القضاة، وأن تصدر المحكمة قرارا يلزم ليفين بتفسير سبب عدم استخدام صلاحيته بعقد اجتماع للجنة. ويرفض ليفين عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة بتركيبتها الحالية ويسعى إلى تغيير تركيبة اللجنة بحيث يضمن تعيين قضاة يمينيين في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء بينما بهراف ما يرى تطالب بعقد اجتماع للجنة من أجل تعيين قضاة في محاكم دنيا وليس في المحكمة العليا بالضرورة وزير القضاء يريب ليفين يشن حربا ضد المستشارة القضائيه جالي بهرميار وذلك بسبب موقفها من رفض ليفين عقد جلسات للجنة تعيين القضاه فالاخيره تؤيد الملتمسين للمحكمه العليا في اجبار ليفين على عقد هذه الجلسات وهو ما اغضب الاخير وفي خطابه الذي ارسله لها اتهمها بانها تعمل ضده وضد الحكومه ليفين يريد عدم اجتماعات الى لجنه القضاء حتى يتم من خلال الكنيسه تشريع بنود التي تتعلق بالاصلاح القضائي ايه هم استطاعوا التوصل الى اقرار الحد من المعقوليه والان يذهبون باتجاه قانون التغلب والذي هو في حد ذاته موجه ضد محكمة العدل العليا عملية تعطيل عقد جلسات هذه اللجنة يعني تعطيل تعيين مئات القضاة الذين ينتظرون قرارات اللجنة ومن بينها قضاة المحكمة العليا ومن الواضح أن ليفين يسعى بداية إلى فرض سيطرة كاملة على القضاء الإسرائيلي ومن ثم عقد هذه الجلسات وتعيين موالين له وكل ذلك يصب في مصلحة نتنياهو ويبحث عن استكمال كافة الإجراءات التي تتعلق بالإصلاح القضائي ويبحث في كيفية السيطرة على لجنة تعيين القضاء من خلال مثلا إقالة نقابة المحامين أو إعادة الانتخابات في نقابة المحامين من أجل أن يكون عضو زيادة في لجنة تعيين القضاء الحرب ضد بهرب ميارة ليست بجديدة وتصويرها كعدوة للحكومة مع مساعي تقليص صلاحيات المستشارة القضائي تعكس شكل القضاء الذي يسعى ليفين وتسعى حكومة نتنياهو لتشكيله وهذه الحرب تؤكد أن إقالة المستشارة القضائية هي قرار يتحين ليفين الفرصة لتنفيذه قرر المدعي العام الاسرائيلي عميت ايسمان عدم فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشان اخفاء هدايا بعضها ذات قيمة عالية خلال ولاياته السابقة، وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية كان أن هذه الهدايا تلقاها نتنياهو من الرؤساء الأمريكي والروسي والفرنسي والمستشار الألماني والبابا وجاء في قرار آيسمان أن حقيقة أنه لم يتم العثور على هدايا بعد استعراضها لا تشكل بحد ذاتها بالضرورة اشتباها بارتكاب مخالفة جنائية كما أن القرائن المتوفرة حاليا لا تؤدي إلى اشتباه معقول يبرر بدء عمليات تقصي حقائق أو تحقيق جنائي ونتيجة التحقيق متدنية من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود والمحروقات في البلاد بعشر أجورات للتر الواحد فجر يوم الجمعة وسيبلغ سعر لتر البنزين أوكتان 95 في مسار الخدمة الذاتية ستة شواكل و وتسعين أجورة ويأتي الارتفاع بأسعار الوقود بسبب انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار والارتفاع في أسعار النفط بالعالم وأيضا بسبب قرار وزارة المالية الإسرائيلية عدم إبقاء التخفيض في ضريبة البلو المفروضة على المحروقات بسبب العجز المالي. يشهد المجتمع العربي في بداية الشهر المقبل افتتاح السنة الدراسية الجديدة. ضغوطات وخوف كبير يعيشه الاهالي في ظل الغلاء المعيشي الذي طال ايضا التجهيزات المدرسية للطلاب وما عبر عنه الكثير بغضب ازاء ما يحدث للعوائل العربية التي لا يتناسب مدخولها مع المصروفات الكثيرة. جيل اليوم عم بتطلع يعني انا ليش اكون اقل من من ابن صفي او بنت صفي اليوم الاهالي كمان صارت تطلع بنفعش انا اجي أقصر بابني لانه ابن صفه او بنت صفه اليوم في صار مقارنه بين بين الاولاد بين الاهالي مين بده يعيش ولاده افضل مع انه في احيانا الناس بتقدرش تعيش ولادها افضل بس بتحاول على قد ما بتقدر انها تعيشهم عشان ما يطلعوش على غيرهم ويحسوا باقليه الناس كانت كتير, كتير يعني انا عندي خمس اولاد ويا نحضر للمدرسه الله الحمد لله من ناحيه نسبه المعيشه كثير الوضع صعب الحمد لله متامل ان شاء الله خير صعب على كثير ناس في ناس حتى بتفضل تروح تاخذ كتب اللي هي مستعمله فلا في لاحظين بكثير اشياء مش بس بالكتب حتى ب... ب... بالاكل وبكل شيء يعني الناس هتلاني هم انه لما بدها تفوت المدرسه ب... من قبل بشهر يعني من شهر سبعه بشهر بل... سبعه بلشوا يفكروا انه كيف بدهم ي... يدبروا حالهم يبلشوا يوفروا بدهن في مصاريف زياده، ففي دائما حساب لهذا الموضوع في الجهه الاخرى اكد مختصون واصحاب محال تجاريه ان الاخبار المتوارده عن الاضرابات في بدايه السنه الدراسيه تثير التوتر للعائله العربيه، فان البعض قرروا عدم شراء جميع اللوازم حاليا خاصه في ظل ظروف معيشيه قاسيه بالاونه الاخيره كيف انتبهنا صار في شويه تساؤلات بالنسبه لاضرابات المدرسه وانت راح يفوتوا راح يصير في شويه تاخير بالفوت على المدرسه ورجع على المدرسه كل هاي الامور فبرضه هذا الشيء ادى لانه كثير ناس وكثير عائلات شوي تاجل الشروه تاعتهم زي ما تقول هذا احدث شويه بلبله بالسوق اللي بطلت الشغل كثير واضحه بالنسبه للاهالي وانت يحضروا حالهم وكيف يحضروا حالهم وشو يحضروا حالهم الاهالي طبعا مش هوينا عليهم الظروف شوي صعبه بس كيف كنا قبل مرة إنه زي ما تقول السرلي صاروا يعملوها للشغلات الأساسية وبطلوا يقدروا يسمحوا لحالهم مية بالمية يشتروا الشغلات اللي هن عن رد حابينها بيشتروا شو لازم مش شو حابين طبعا بتعلق بين أهل وأهل وبتعلق طبعا بالجيل وبالطالب وبهجة كل بني آدم بتعلق بالصف اللي هو مرتفع لإله وفي ذات السياق يرى الكثير ان المدارس هي المنقذ للطلاب مما يمر به المجتمع العربي في اسرائيل من ازمات اجتماعيه وثقافيه واخلاقيه وان على الطواقم التدريسيه التعامل مع هذه الازمات وعدم التغاضي عنها على امل التاثير على الطالب العربي بشكل ايجابي لصقل جيل ذو قيم ينبذ الظواهر السلبيه بعد تضرر ثلاث حافلات تابعة لشركة غاليم في مدينة رهط بالنقب جراء رشقها بالحجارة، قررت إدارة الشركة وقف دخول الباصات إلى حارتين في المدينة على اثر الاحداث التي قالت انها تعرض حياه المسافرين والسائقين للخطر. شركه قليم تعاني في الفتره الاخيره من ظاهره خطيره وبربريه الا وهي ظاهره تكسير الحافلات. في الفتره الاخيره كان هنالك تكسير في حاره 2 وفي حاره 14 وفي شارع التفافي بجانب مسجد الصحوه. شركه قليم تناشد آمة المساجد وتناشد مدراء المدارس ومدراء الاقسام بالعمل الفوري لايجاد حل لهذه الظاهره. احنا في رهط ما توجدنا الا عشان نساعد اهل رهط ونكمل لهم المواصلات وتكون المواصلات عندهم كويسة وفي في الظاهرة في فترة في ظاهرة تكسير الباصات في بعض الحارات يعني في يوم واحد تكسر ثلاث باصات وفي يوم انكسر في أربع باصات في حارات يعني حارة اثنين حارة أربعة عشر تكسر الباصات ويأتي القرار عشية افتتاح العام الدراسي حيث يتنقل المئات من الطلاب من وإلى مدارسهم بواسطة الباصات وبعد الخسائر الفادحة التي سجلتها شركة الباصات العاملة في المدينة بسبب الأضرار المتعمدة لها بشتغل في شركة قليم يقارب لسنة ونص فالسنة ونص هذي أنا ما أود أقول لك يمكن كل اثنين وخميس وأكثر من اثنين وخميس تكسير حافلات من قبل ضعوف وهذا العادي هذي كمئات يوم يوم موجودين فيها وانا كسائق بخاف على نفسي يعني من الحجر هذي اذا بيضربها العيل او الزلمه احنا في النواة الاخيره بنعاني من, من تكسير الحافلات تكسير القزاز وهذا فعل لا يطاق هذا فعل عنيف بحد ذاته لان حتى السائق لازم يخاف على حياته سايق في امان الله انت جاي على عكس اتجاه الحجر اللي بيرميه اللي بيرميه هذا يؤدي الى حادث طرق قدامك عيال عمر عم مشاه انت بتقدر تاخذ معك الضحايا الرئيسيون لحوادث الرشق والتخريب هم سكان الحارتين الذين لا يملكون سيارات خاصه حيث سيضطرون الى السير على الاقدام لمسافات اطول للوصول الى محطات الباصات على مداخل الحارات وسيدفع كبار السن وطلاب المدارس ثمن اعمال العنف كما تؤكد اداره الشركه طالبت وزاره الخارجيه الفلسطينيه الامم المتحده بتصنيف دوله الاحتلال كدوله فصل عنصري ابرتهايد وشددت الخارجيه الفلسطينيه في بيان صحفي على ضروره ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحاله في فلسطين المحتله في ظل ما يزيد على الف قرار اتخذت لصالح القضيه الفلسطينيه ولم تنفذ منها قرارا واحدا في ابشع اشكال ازدواجيه المعايير، ودانت الخارجيه انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابيه المسلحه، وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم. يواصل اربعه اسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي اضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم من بينهم ثلاثة إداريين وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الأسيرين كايد الفسفوس وسلطان خلوف يواصلان اضرابهما عن الطعام منذ 28 يوما والأسير عبد الرحمن براقة منذ 21 يوما رفضا لاعتقالهم الإداري كما يواصل الأسير ماهر الأخراس إضرابه منذ ثمانية أيام رفضا لاعتقاله وكانت محكمه الاحتلال قد مددت اعتقاله يوم الخميس الماضي لمده سبعه ايام للتحقيق. اكد الرئيس التونسي قيس سعيد ان القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه لكل الامه لافتا الى ان الحاله الطبيعيه هي ان تعود فلسطين الى الشعب الفلسطيني وان يسترجع هذا الشعب حقه في كل فلسطين. جاءت تصريحات سعيد خلال تسلمه في قصر كرطاج بالعاصمة تونس أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس لدى كل من صربيا والعراق وإيران وتركيا ودعا رئيس الجمهورية التونسية السفراء الجدد إلى عدم نسيان الحق الفلسطيني قائلا إنه بالرغم أن للدولة الفلسطينية سفراء فلا تنسوا أبدا الحق الفلسطيني هذا الحق المشروع ونعتز بال... most notably in region. مكون عن وحدة تحكم بتتحكم في أذرع الروبوت، أذرع الروبوت بتدخل عن طريق ثقوب صغيرة في جسم الإنسان.